استعدادا لعيد الأضحى المبارك، بدأت جمعية الهلال الأحمر حملة بتبرعاتها الموسمية لأضاحي العيد. نعم، حملة هذه السنة ستكون موجهة لدعم جهود الدولة في مساندة الأسر المتعففة والعمالة المتضررة عبر توزيع أكثر من 1000 أضحية في أول أيام عيد الأضحى المبارك. بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أطلقت جمعية الهلال الأحمر حملتها لجمع تبرعات الأضاحي في الكويت، وهو المشروع الذي يلقى اهتماما كبيرا لما يحققه من سعادة في قلوب الأسر المحتاجة في عيد الأضحى المبارك. بدنا نصير شراكة اجتماعية مجتمعية مع مؤسسات الدولة، المواطنين والمقيمين. فتحنا تبرع عن طريق الأونلاين، مجرد دخول على جمعية الأحمر الكويتي أو من خلال زيارة الهلال الأحمر الكويتي والتبرع عن طريق خلال الكنت للأضحية. وجزاهم الله خير، هناك طبعا متبرعين كثير قد تقدموا. احنا كنا حاطين ببالنا 750 أضحية بعيد الأضحى، راح نوصل إن شاء الله 1000 أضحية لحد الآن. مشروع الأضاحي يعد أحد المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية بهدف تقديم المساعدة والمساندة للأسر الفقيرة والمحتاجة وللتخفيف عنهم من خلال هذا المشروع. طبعا راح يكون عندنا إن شاء الله مع بداية عيد الأضحى المبارك عندنا أسر متعففة ما يقارب عن 5000 أسرة متعففة داخل دولة الكويت من جنسيات مختلفة. أيضا راح يكون توزيع لهم الأضاحي صباح أول يوم العيد إن شاء الله. العمل الإنساني أصبح جزءا لا يتجزأ من المنظومة التنموية للجمعية التي يتم فيها تنفيذ البرامج والمشاريع الخيرية، لا سيما وسط ما يشهده العالم من تفشي لفيروس كوفيد-19. عادل عنزي لتلفزيون دولة الكويت.